دوري 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 يا يا ايه روقان ده يا قطاطة يا حبيبي تقريبا على البطاطا انت جبت لك؟ طب انا ممكن اجيب لك جلابية تانية لا ده كده حلو عامل الست شطفة ايه ده تعرف تعمل كل حاجة يلا كل ايوه كده بقولك ايه وزير الرئاسة كلمني عباس اللي هو يجيب لي مؤبد وقضي انا معاكم في البيفيلا يا ريت يا قطاطه بس طبعا ما ينفعش ما ينفعش دي خليه هو كده بزور اللي ما ينفعش غير منادي في جراز قطاطه ما تتريقيش على جده بليز طب بقول لك جوزوني جوزوا لك ازاي يعني؟ يعني يجي يطلب ايدي منك وانا اطلب منك زوره ايه يا قطاطه انت دماغك دي ايه؟ انت درج مليان كراكيب بقول لك ايه؟ البنت المزغوده بسمها عواصف راحت فين؟ عواطف جالها ضيوف وقالت انها تتأخر متأخر ضيوف؟ لا دلوقتي فأصل الموسم ابتدى بتاع العرب خلاص بيت دي أخرها بحشة وانا شكا فيها ان هي شغالة في محل الموبايلات حرام عليك يا الله خرب بيت دماغك ده انا كلمتها كذا مرة ما عرفتش ترد عليا ردت عليا قالت لي جالها ضيوف فجأة فمش هتقدر تيجي ضيوف؟ ضيوف عدت لها الوقت في البرفانيو ومغرقها سامبو ايه لهوي على دماغك يا قطاطه حرق صدقي بقى ان انا هكلمها لك عشان اخلص من لسانك لا اقدر مش عايز اسمعها الشغاله دي لا هكلمها اطلبيها انا عشان وحشتني خالص ماشي ايه عواطف لا انا مش بكلمك عشان كده خليكي براحتك خليها براحتها ايوه قولي لي يا قطاطه بتقول لك جابوني السامبو في البانيو بس وتسلمني على كبير العمر طويل العمر يا عواطف لما الضيوف يمشوا اتعالي ما تزودي يا بنتي الرغوه في البانيو بس بقى عواطف خدي كلمي قطاط عايزه تسلم عليكي لا البيئه دول اللي ما كلمهمش لا كلميها ما انا عشان خاطر علميكي انت بس يا لموسي يا حبيبتي ماشي يا لموسي يا حبيبتي عشانك انت بس هكلمها عشان خاطر عيونك انت بس يا لموسه ايوه يا حبيبتي وحسين عندها ايه خدامة مالك يا بيت جابوا النبي بصي بس يا بنت بس بقى بصي انت عارفه انا ما اقدرش اخرج على عيني ما طبعا بصي يا بديلي انت السجن يا نتقابل في فيلا ايوه قبل ما اطلع للموسه نتقابل في فيلا يلا بس ده بقى ده يلا كتر بتدم في قلبك مع السلامة دعت لها غبالة البيت خلاص كلمنا عواطف وعملت الجلابية احكيلي اكيد كام ولا ايه مسكوا ابنها وزي ما تقطع قطعتها احكيلي ايوه يا حبيبتي والله شايفاه اهو جاي اهو راكب مكنة الخياطة ما كنتش اتوقع ان الطعنة تيجي من اقرب الناس ليا انا يا عم تواخد المسألة على الزوز عندك ليه في ايه؟ مساء الخير سعيدة استنى انا جاي وراك عاجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح يلا اتفضل اجري بقى حيوان بعد ما اتأصبت الإصابة دي بس رب درمة فنفع ايه الأكل اللي بغباء ولا سعيدا مبارك يا لمبافندي أهلا يا نين أهلا يا علي ازيك يا علي عساك بخير شكلك صحتك كويسة ده أنا زي الفل يا عم علي أنا ما شفتش أكل وخير بالشكل ده في رغبة بيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس ايه ده؟ ده خير وانت عارف بقى؟ ايه؟ كلكم بقى والتعبان اللي كان موجود امبارح في الاكل كله تعبان ايه يا لمبي فندي؟ تعبان ايه؟ تعبان كان لوز خدته كده كان نازل بص سنة بلدي نازل على بقك كده وبيتزلط على طول كلته؟ ده حلو قوي وانت عارف كمان استفدت منه بايه بقى؟ ايه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام حزام؟ ايوه جلد طبيعي مش الصناعي
بس انتوا خير عندكم ما شاء الله، الله اكبر يعني. الحلاوه دي هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا 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 واقف صف تاني ولا ايه؟ ارجوك ارجوك استنى يا عم، انا واخد نحو الامه ايه وبيع ايه يعني اهو. ايه ده الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحاناته ولا هو عنده طلع بمنحه؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني الجزع لوحده والسدر لوحده ولا ايه؟ اتفصل اتفصل من شغله يعني اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتهز الفرصه دي ونقول له نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك ما نصدمش. اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. نعم اكون ممنون. يعني يعني مدين بالعرفان. عرفان؟ يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي لانه ممكن يتشل. لا يا عم لا يا عم فضل ولا فلك يا عم، انت يتشل ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله انك تقعد تسجد له كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. طب تستنى بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني هو ابوك ما طعنش في الشله الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشله الثلاثي وده انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبه فندي. انا مش مدرك مغزى كلامك يعني مش فاهم انت تقصد ايه. نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه. لا طعنوه ده انا معلش هو الغلطه عندنا. انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه ايه اكيد انتوا هيطلع اختراعات تانية مثلا يولعوا في الجثه عشان تخف. كل انت كل اللي مفندي الله يخليك. الله يخليك. بقول لك ايه والنبي يا حلوه، يعني انا عايزك تجيب لي فرخه بدل دي عشان دي هتخلص الوقت. ماشي حاضر يا مفندي. بالهنا والشفا بالهنا والشفا. سعيده فلت. ماشي اكل مين ده يا ام علي؟ سنبي حارسه اللمبي. طب مش صح برضه يا امي تحطي له رغيف عيش ولا رغيفين؟ فكرتني ده احنا بيت كرم. وانا كمان خبزه لسه بقى. صحيح افتكر شر ما انحسست عليه قلت لك اشرب. ماشي يا علي. يا سلام عليك يا امي يا سلام عليك. عريش طازه ده انت ربنا هيجازيك على الكرم ده. ياك يتمر بس. يلا ست الحبايب. اخلص منك بالسم يا لين. لا ده معانا ده جعان جعان يا ست ام علي. يا حبيبتي يا ست ام علي اللي احلى من اي ديسيرت في الدنيا. تسلم ايدك. مد ايدك يا ابني الا الاكل يبرد. يا رب يخليك يا ست ام علي. والله حنيتك عليا دي عارفه بتحسسني بحنيه امي الله يمسيها بالخير. كل كل يا لمبي بر نفسك. ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك. ادعي لي بس انت كده ان انا الاقي المتاح ها والاقي الباب بقى وانزل بقى السيده زينب بقى والاكل والسهرات والعشا والدنيا. اوعى ده اخر دلع. ربنا يحقق لك مرادك يا لمبي. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج عبد الواحد؟ ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج. مبسوط عندنا حبيبي؟ الحمد لله نورنا حاج البق. ربنا والله يبقى. العظيم منور الدار. والله ده انت اللي مليان بركه والنبي ايدك يا ابو استغفر الله. ده انت حبيبي ده انت ده انت ده انت مأكلني ومشربني يعني اكل ومرعى وايه الصنعه احلى اكتر من كده. افتكرها يا لمبي حبيبي. الله يكرمك. ربنا يكرمك على دماغ من فوق. الله يخليك. ليه كده يا ابني الاكل زي ما هو ليه؟ ما انا هاكل اهو. انت كده بتشيلنا العيبه يا لمبي. ده على لحم بطنه يا دوب فرختين وبطه. اه والله نفسي مسدوده مش عارف ايه. لا لا يا لمبي لا عيب. بطه الناس تقول علينا ايه يا لمبي؟ شوف الظاهر ان شكلك خجلان تاكل لوحدك وعايزني انا افتح لك نفسك. يا راجل قول ان انت عينك راحت على الاكل بقى. لا لا ده كلام برضه. يلا خد ابدا يا زيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد ما تمد ايدك معانا ولا لا إيه؟ انا هحضر لكم العشاء. الله اكبر. مع الف سلامه يا معلم. السلام على فكره
على فكرة ما شاء الله مراتك من المعالي دي فيها غنود ها؟ في كتمان كده جواها ها. بس يعني قصيدة من حريم دقت زمان ما يتوجدش دلوقتي يا ريمبي. عارفهم أنا دول اللي مرميين تحت القطارة دول أنا عارفهم. عقبة لك يا ريمبي. الله يخليك. تعرفت عليها فين دي بقى؟ أنا أم علي؟ تعرفت يعني فين؟ كنت بتقابل عند صوبيا توتو. صوبيا إيه؟ صوبيا توتو تزقله كده من عند سلم الكبش وطلع واي اسانسور في اي عماره من لا وسط البلد كده. لا اعوذ بالله. لا لا لمبي اوعى دماغك تحدف في عيد يا ابني. امال ايه؟ لا 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 ده انت شايف ابنك علي ما شاء الله عامل ازاي؟ ده عمال يطلع ده هياخد السقف ويطلع. ربنا يديله الصحه. ايه يا عم ايه ده انت راجل زئ. الحمد لله. ده انت ايه ده يا عم ده؟ الله يخليك يا ريمبي. ايوه بخيرك ما تيجي ناكل يا ريمبي. امك انت على الاكل. تعالى تعالى. يلا اتفضل. بسم الله خد السقف. استنى ما تاكلش الفرخه يا ولد. ايه كده يا علي ابني ليه؟ أداني الفجر خلاص يا والدي الصيام بدأ. فجر إيه وإحنا لسه العصر؟ صح النوم يا والدي، أنت بس تلاقي ساعتك مؤخرة.